ذلك من الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ذلك الذي قصصناه عليك أيها الرسول من أخبار الغيب. والغيب نوعان، غيب مطلق وغيب نسبي. غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، كالأرزاق والآجال ومتى تقوم الساعة. وغيب نسبي يعلمه البعض ولا يعلمه الآخرون، كحديث امرأة عمران وزكريا ويحيى ومريم عليهم السلام. وكان ممن يعلمه علماء ورهبان وفد نصارى نجران. أما العرب فلم تكن تعرف هذه الأخبار، والنبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه جلس إلى أحد فتعلم منه هذا العلم، فمن أين له بهذا العلم؟ لا يكون ذلك إلا بالوحي، والوحي هو إخبار الله سبحانه وتعالى لنبي من أنبيائه بما يشاء، ويكون ذلك بإرسال ملك إلى الأنبياء، ويكون أيضا بالإلهام. وقد أخبرناك بها يا محمد لتكون دليلا على صدقك فيما تبلغه عن ربك، ولتكون عبرة وذكرى لقوم يعقلون. وما كنت لديهم يا محمد إذ يلقون سهامهم في الماء للاقتراع أيهم يكفل مريم، وما كنت عندهم إذ يختصمون في كفالتها. فلما أخبرتهم يا محمد بهذه الأخبار التي لا علم لك ولا لقومك بها، دل على أنك رسول الله حقا وصدقا. جزاكم الله خيرا. ذلك من وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم.